بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثالثة أو الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع. وخلاص زي ما أنتم تعودتم معنا كل يوم خميس، وقبل انطلاق المباريات الإفريقية أو المباريات القادمة بالنسبة للمشوار المحلي حتى للنادي الأهلي، هتتعودوا معانا ان يكون في فقره فنيه ثابته. والفقره الفنيه مش في التفاصيل الفنيه او شغل التكتيك اللي في الملعب، لا، ده في ارقام واحصائيات وفي امور مهمه جدا عرضها عبر شاشه قناه النادي الاهلي لكل مشاهدينا في كل مكان، المشاهد الاهلاوي او المشاهد المتابع حتى للكره المصريه بشكل عام. مباراه سان داونز والاهلي، لقاء الاياب ان شاء الله يوم السبت الجاي في استاد لوكاس ساموريبي في اياب الدور الربع النهائي. مباراه مهمه ومباراه فيها تفاصيل فنيه لن تختلف عن الشكل اللي كانت فيها مباراه الذهاب. اكيد في تفاصيل، واكيد في جزئيات صغيره، واكيد في شغل تكتيك فني بالنسبه لريني فايلر وبالنسبه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز. لذلك في هذه الفقره زي ما انتم متعودين معانا هيكون ضيفنا فيها بشكل دوري وبشكل مستمر الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كوره والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد، واطلاله حول هذه المباراه وايضا كمان استفاده مباراه الذهاب وازاي النادي الاهلي قدر يكسب 2-0 وازاي يقدر يشتغل على مباراه العوده. كريم اهلا بيك ومنور الدنيا. اهلا بيك يا محمد، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. طبعا الناس بتستنى الحلقه دي كل يوم خميس لان اللي عملناه الاسبوع اللي فات، نعم، بصراحه بامانه يعني شابوه، كل التفصيله اللي قلتها على فريق سان داونز ظهرت من الثانيه الاولى. هو طبعا الحمد لله احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نقدم يعني حاجه مبسطه جدا للساده المشاهدين، وحاجه مختلفه طبعا عن شغل الجهاز الفني. احنا بنحاول قد ما نقدر نفهم الساده المشاهدين احنا ايه افضل الحاجات اللي عندنا، وطبعا المنافس بتاعنا. عشان وانت بتتفرج على المباراه في محمد، برضو دايما وانت بتتفرج على المباراه بشكل تحليلي بتستمتع بيها بشكل اكبر، مش فكره بس احنا بنتابع. طبعا اكيد كلنا بنتمنى فوز النادي الاهلي في كل المباريات اللي بيلعبها، بس طبعا انت بتتفرج عليها وانت فاهم التفاصيل الصغيره واخد بالك. حد اعتقد ده بيأثر كمان في رايك انت، ممكن حتى بدون ما تدري تبقى مثلا ال 45 دقيقه متضايق قوي 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 من اللعيبه، ايه ده احنا 0-0، ما رحناش على المرمى كتير، مش عارفين نجيب جون ومستعجلين عليه، الشوط الثاني طب احنا جبناه متاخر كنا نكسب 3-4. لا، في تفاصيل صغيره لما انت بتعرفها اعتقد بتخليك يعني عندك ثقه اكبر باللعيبه، عندك ثقه اكبر بالجهاز الفني، وعارف ان هو بيشتغل، وان انت فعلا ما بتلعبش لوحدك، في منافس، منافس قوي قوي جدا، وعنده مدير فني محترم جدا جدا جدا، بيعرف اول حاجه يلعبنا بالتصريحات وبياخدنا في حته تانية خالص، وفي الملعب بنشوف حاجه عكس تماما اللي هو كان بيقوله. ده اللي هنحاول النهارده برضو نكمل كلامنا اللي احنا قلناه الخميس اللي فات وشفناه في مباراه يوم السبت، وبرضو ناخد منها اطلاله على ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله. طيب نبدا بمباراه الذهاب. نعم. ازاي قدر النادي الاهلي ان هو يؤدي شوط تاني مختلف نوعا ما عن الشوط الاول، وفي نفس الوقت قدر يقفل بعض مفاتيح اللعب في الشوط الاول عشان يقدر يطلع بنتيجه 2-0 تساعده على الشكل اللي ممكن يؤدي بيه مباراه العوده؟ شوف، طبعا انا بوجهه نظري دي من المباريات اللي هتوضح للساده المشاهدين ومتابعين الكوره دايما ان فايلر، حتى انت سواء كنت محب النادي الاهلي او بتحب الكوره بشكل عام، ان فعلا رينيه فايلر مدير فني محترم جدا جدا جدا، ويشتغل على ادق التفاصيل، تفاصيل بسيطه. وفعلا الراجل ده وهو قاعد بيتفرج على الشوط الاول مش قاعد نايم، لا، ده هو بيحط بعض التنبؤات، بيشتغل على بعض النقط ويبدا يجرب بعض التجارب، واول ما بيلاقيها ما مشيتش او ما نفعتش يبدا على طول يغير ويحاول يصلحها، سواء كانت غلطه او مش غلطه. تاني، ان احنا زي ما قلت لك انت ما بتلعبش نفسك، يعني في بعض الاحيان انت بتحط بعض الامور تتوقع حدوثها، لان المدير الفني فعلا قبل المباراه هو الراجل ما بيعرفش الاحداث ماشيه ازاي، هو بيحاول ان هو يشتغل على بعض التفاصيل وبعض المعلومات اللي بيعرفها عن المنافس ويبدا يحط عليها التكتيك بتاعه او الخطه بتاعته. بس فايلر فعلا من المديرين الفنيين الجيدين جدا في الشوط التاني، ودي نقطة مميزة. ليه؟ انك بتعرف ان هو شغال، حتى لو عندي خطأ في الشوط الأول حصل بلحق نفسي في الشوط الثاني، زي مثلا ماتش بلاتينيوم ستارز كان في زيمبابوي. الشوط الأول كنا مغلوبين 1-0 والحال كان سيء جدا، وكنا قابلين حتى لتقبل هدف ثاني وثالث في ال 45 دقيقة الأولى. في الشوط الثاني شفنا أداء مغاير تماما، وكنا احنا الأقرب ليه الفوز، لولا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش في الهدف الثاني، بس طلعنا بشوط افضل، وهي دي اللي احنا دايما بنتكلم عليها. فلما نتكلم على ماتش الذهاب واللي حصل هنا في القاهره، نشوف قد ايه رينيه فايلر. احنا عايزين اول نعمل مقارنه مهمه جدا جدا محمد، نشوف ارقام سان داونز معانا في ماتش 5-0 تمام، وارقامه معانا
في ماتش 2-0 دي كبدايه كده قبل ما نروح. طبعا احنا النهارده هنقدم وجبه تحليليه بالصور عشان برضو تبقى الناس معانا في الشكل، مش بس احنا بنقول ارقام. فهدي رقم بسيط جدا، ماتش 5-0 اكتر لاعب في سان داونز كنا بنتكلم عليه وقلنا هو رمان ميزان والعمود الفقري الباك بون بتاع الفريق، هو كيكانا اكتر لاعب مع الفرقه دي بيستلم الكوره من خط الدفاع. واحنا اتفقنا ان طريق موسيماني بيبدا من عند اونيانجو زي وادي دجله، بتبدا البيلدنج اب بتاعك من عند الحارس واكتر التيم بيمسكوا الكوره المساكين، بس كل ده استحواذ سلبي مش مهم، مش المهم اللاعب اللي بياخد الكوره وينقلها الهجمه. برافو عليك. فماتش 5-0 تعال نبص كده على رقم بسيط. كيكانا في ماتش 5-0 استلم الكوره في وسط ملعب المباراه وقدام ضغط النادي الاهلي والثلاث لعيبه لعبنا بيهم في وسط الملعب وكل شيء احنا عملناه، استلم الكوره كم مره؟ 79 مره في ماتش 5-0 استلم الكوره 79 مره، طبعا ده رقم خزعبلي جدا أكيد. ماشي. طيب في ماتش 2-0 كيكانا كان بيلعب متواجد رقم 8 كابتن الفريق، تمام هو كابتن الفريق والراجل قاعد في المؤتمر الصحفي وكل الناس مركزه معاه. كيكانا استلم الكوره كم مره في ماتش 2-0؟ تخيل ادي رقم مثلا، ممكن مثلا حوالي 35 مثلا او 30. كيكانا استلم الكوره 20 مره. 20 مره؟ 20 مره. ال 35 الرقم اللي انت توقعته ده انا قلت النص على الاقل مثلا. اكتر لاعب في فريق سان داونز وهو زواني اللي طبعا لعب في المباراه دي مش وينجر، لعب في خط الوسط وكان موسيماني منزله شويه عشان يحاول يخليه بلاي ميكر وساب فالكازي ويسيرينو هم اللي واخدين الشق الهجومي قدام، ما لحقش اصلا هو يستلم ال 35 مره الرقم اللي انت توقعته ده. زواني استلم الكوره في المباراه كلها 31 مره، فده يبين لك ان بالظبط ريني فايلر اشتغل ان خط وسط سان داونز ما يستلمش الكوره خالص باريحيه، ده ممنوع. اي فكره لبناء الهجمه ممنوع، ممنوع ممنوع تماما ان انت تفكر انك تنزل وسط الملعب وتستلم الكوره، ده مش هيحصل. واذا حاولت تعملها في اول 10 دقائق وخمس دقائق هيتعمل عليك بريشر كبير جدا عشان اجبرك تلعب اللعبه اللي انا عايزها. ايه هي بقى؟ الكره الطوليه. وده اللي لعبوا في الشوط الثاني وهم لعبوا عليها يعني، حتى شفنا الشوط الاول بيتسو موسيماني لعب عليها في فاولات، الفاولات كان بيحاول ان هو يحط فالكازي ما بين ياسر ابراهيم ومحمود متولي ويسرقهم بفضل السرعه. طبعا هم طبعا لعيبه مميزه جدا في السرعه، بصراحه احنا ما نقدرش ننافسهم في السرعه، اللعيبه كلها حتى نشوف كلهم الخط الامامي قصيرين بنفس الطول وده بيخليهم حتى منسجمين مع بعض. فخلي برضه اقول لك الرقم بقى اللي احنا ايه اجبرنا سان داونز عليه انه يلعب الكرات الطوليه في المباراه الواحده، وبتتكلم على فريق بيلعب اصلا كوره على الارض. فتخيل كده مثلا سان داونز لعب كام كره طوليه؟ 62 كره طوليه في المباراه. الفريق ده في ال 5-0 لعب كام كره طوليه؟ 45. فده يوريك قد ايه ريني فايلر تحكم في مجريات المباراه ب 90 دقيقه فقط. بس كان عندنا مشكله واحده في الشوط الاول وهي دي اللي ممكن يعني تاخدنا ونروح بيها للصور اللي معانا. طيب. عشان نشرح للساده المشاهدين قبل ما ابدا بالصور. طيب. انت ركزت في نقاط مهمه جدا. نعم. لان انت بتتكلم على فرقه، مش هتكلم على نتيجه الموسم الماضي. نعم. لا انت بتتكلم على فريق من اول البطوله لغايه مباراه الاهلي في الكوارتر فاينل. نعم. انت افسدت لها كل الارقام وكل التكتيك اللي كانت بتبنيه طول البطوله في مباراه استاد القاهره. لو تفتكر الخميس اللي فات لما انا وانت كنا بنتكلم على ماتش سان داونز والوداد ودوسابر وساعتها انت قلت لي بص يا كريم اوكي ماشي الناس بيلعبوا كره حلوه بس دوسابر راح جنوب افريقيا وهو يعني كان شايل خمس او ست لعيبه ايا كان بس في الاخر سان داونز بيلعب التيكي تاكا بتاعته. ببساطه كده ما اقول للساده المشاهدين نتخيل كده مثلا وادي دجله مع تاكيس ما شفناه خلال سنتين مثلا بيلعب الكره دي، وفجاه جيت وريتك ماتش الوادي دجله مع تاكيس جونياس قبل ما يمشي والفريق بيلعب 62 كره طوليه، فانت هتقول ايه ده؟ ده مستحيل مدير فني يغير التكتيك بتاعه مره واحده. في ماتش الوداد سان داونز برضه ما عملش هذا الكم من الكرات الطوليه، هو سواء كان هو اوريدي مختارها في بعض الحالات، يعني اكيد طبعا موسيماني عارف ان النادي الاهلي وسط ملعبه اتغير، وجود لاعب زي اليو ديانج مدي الفريق ورك ريت مختلف تماما ومدي الفريق حيويه مختلفه، وبالتالي هيجي يقول للعيبه بتاعته اوكي بصوا يا جماعه احنا اكيد هنعتمد على بعض الكرات الطوليه لكن مش كل الوقت، لان لو اعتمدت عليها كل الوقت لو انا كمدير فني قاعد في اوضه اللبس مع اللعيبه بقول لهم يا جماعه بصوا احنا كل ال 90 دقيقه هنلعب كرات طوليه، اللعيبه نفسها تفقد الثقه فيا، دي حاجه طبيعيه جدا. فبالتالي لا هو في جزء هو اعتمد عليه في الفاولات وفي الكرات اللي كان بيعمل فيها بيلدنج اب من ورا، لكن ضغط النادي الاهلي واسلوب ريني فايلر في تقريب المساحات اجبره
انه يلعب كم هائل من الكرات الطوليه، يعني 62 كره طوليه دول مثلا لما نيجي مثلا نقول تخيل نسبه الكرات الناجحه منها او النسبه الناجحه ب 62 كام في الميه؟ 20%. ده اقل من 40%. خمس الكرات دي، خمس الكرات دي هو نجح فيها. يعني ايه نجح؟ يعني الكره طلعت استلمها. برافو عليك. لكن ما راحش بقى للجون او عمل بقى هجمه واعده مثلا. سان داونز خلال المباراه كلها ملوش غير فرصتين اللي اتلعبوا في الدقيقه الاولى في الثغره اللي كانت عندنا في بدايه المباراه، واتلعب بسرعه وبصراحه هو فاجئنا بيها، كانت لطيفه في الملعب وخدت حميه المباراه وادات. حتى نشوف في كوره ياسر ابراهيم لما اتلعبت لو طلعها كوردر لو نفتكر. برافو عليك. وهو قعد فيها شويه قلب، عمل تاكلينج فظيع بصراحه. بس كنت انت بدات تفهم التركايه اللي موسيماني بيعملها في الهجوم. هو بصراحه عمل تركايه في الهجوم وعمل تركايه في الدفاع، هوريها لكم في الصور. نبدا بعرض الصور اللي انت من خلالها عايز تطلع بعض النقاط اللي فيها هايلايتس للتنفيذ الفني اللي حصل في الماتش. مهم جدا ونفهم ان احنا الشوط الاول كنا وحشين بس كنا برضو بنعمل اللي احنا عايزينه. مثلا دي اول صوره معانا من الدقائق الاولى. دي الصوره دي انا واخدها من اول خمس دقائق. عايزين في الصوره دي نركز على زواني وفيلكاتزي الاثنين اللي قدام الاماميين، نشوف عقليتهم في الضغط. اللعيبه دي بتعمل ايه؟ اللعيبه دي راجعه على نص ملعبها، بمعنى موسيماني ما كانش عنده اي نيه انه يضغط على النادي الاهلي في نص ملعبنا. اطلع بالكوره زي ما انت عايز، الفريق هيقف 4-4-2 واول اثنين هيقابلوك من نص الملعب هتلاقيهم دايما ما بيضغطوش عليك، سايبينك من عند المنتصف كده. برافو عليك. بس بيعملوا ايه بقى؟ بيحاولوا يرجعوا يقفلوا المساحات في نص ملعبهم. انا مش هعمل عليك هاي لاين ديفنس، انا مش عايزه. ولو تفتكر دي النقطه لحد ما احنا توقعناها كانت طبيعيه عشان خط وسط النادي الاهلي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت. مظبوط. نروح للصوره الثانيه نشوف برضو لعيبه سان داونز ما زالت بتعمل ايه. ايه التفكير يا محمد؟ انا عايز ارجع لنص ملعبي، نشوف اتجاه الجسم عامل ازاي. انا متجه على ملعبي مش هضغط عليك. لما هنيجي بعد كده نشوف بقى هوريك صوره النادي الاهلي هتشوف شكل مختلف هنا. دي الصوره بتاعه شكل سان داونز في نص ملعبه 4-4-2 زي ما قال الكتاب، مرصوصين تمام، فريق بروفيشنال جدا، اللعيبه واقفه صح، كل واحد واقف في مركزه ومضيق المساحات جدا. والنقطه محمد خلي بالك دايما طريقه 4-4-2 هي افضل طريقه في الدفاع. 4-4-2 بحسب الفيزياء اكتر طريقه انت بتقفل بيها كل مربعات الملعب، مفيش اي طريقه اخرى في الدفاع تقدر تقفل بيها قلب ملعبك الا بالطريقه دي. بس مهم ان كل واحد يحفظ مكانه. اوعى تسيب مكانك وتروح تضغط، لانك لو ضغطت في الطريقه دي على طول هتسيب جاب او فجوه وراك. فدي الصوره دي بتورينا ان سان داونز لعب بال 4-4-2 قدامنا في الدفاع بشكل مميز جدا. طيب الشكل اللي بعده نروح للصوره اللي بعديها، وهنا نبص على ريني فايلر. احنا بقى عملنا احنا ايه؟ احنا دايما على طول بنضغط على حامل الكوره بال 18 في سان داونز. منين؟ برافو عليك. منين؟ من عند ال 18 بتاعهم. الامر ده أفشة ومروان محسن كانوا مكلفين بيه، واجاييه دايما اضغط ما تسيبش حامل الكوره يطلع الكوره لنص الملعب. وهي دي النقطه اللي رجعتنا للرقم اللي انا قلته لك، ان كيكانا اكتر لاعب كان بيستلم الكوره في ال 5-0 ب 79 مره بسبب الصوره اللي قدامنا دي، ما قدرش يستلم الكوره غير 20 مره. اكيد. وده تاكيدا لكلامك قبل ما نخش للصوره اللي بعدها. نعم. ندخل للصوره اللي بعدها. مروان محسن عمل مجهود بدني وكان ليه تاثير كبير جدا على خلخله دفاعات فريق سان داونز. شوف مروان محسن الشوط الاول واحد من نجوم الشوط ده بصراحه الايه مجهولين. ليه؟ بتتكلم على اجهاد شديد جدا جدا للدفاع. وبصراحه اذا كان ديانج نزل وعمل الايه الكام سكيل اللي عملها في ركله الجزاء ده بصراحه عملها برده وانت بتعملها قدام دفاع منهك من الشوط الاول. ربما بادجي قصدك؟ بادجي. انا اسف. بادجي طبعا. انا في حته ايه بالظبط كده. لا فكره في ايه يا محمد؟ ان انت وانت بترقص مدافع في قمه لياقته البدنيه حاجه، وانك ترقصه وهو تعبان دي حاجه ثانيه. وبصراحه حقيقي. بادجي قدر ان هو ياخد يكلفه ثلاث لعيبه طبعا بعد بصراحه الجهد اللي عمله اكيد طبعا. واجاييه طبعا في اللعب. طيب الشكل اللي بعده نروح للصوره اللي بعديها ونشوف ان الاسلوب اللي عمله ريني فايا ده اكبر سان داونز انه يعمل ايه؟ يلعب الكرات الطوليه. انت بتبص تلعب الكره على الطرف وخلاص، عايز تبعد عن منطقه جزاء. بالظبط. انت خلي بالك نقطه مهمه جدا يا محمد، الشكل اللي انت شايفه ده اللاعب المساك دايما احنا ما بقاش عنده مهاره كوره كتيره، لكن لعيبه سان داونز لحد ما بصراحه المساكين عندهم لعيبه كوره. واحنا دايما كنا بنتكلم في الحته دي ان الفريق كله تحس فريق برازيلي بيعرفوا يلعبوا، بس انت هنا مجبر انك تاخد قرار خلال ثلاث ثواني، انك لو ما خدش القرار ده
في احتمال ان الكره تتخطف منك، فبالتالي بالزبط. احنا اجبرنا سان داونز ان يعمل الشكل ده كتير جدا، ووصلنا للرقم اللي انا قلت لك في الاول ان سان داونز عمل 62 كوره طوليه نسبه نجاحها انها وصلت للاعب في الشكل الهجومي كانت 20. دي ترجمه لكل الارقام اللي انت قلتها وشغل فاير. وشغل فاير الايجابي. نكمل ونروح للصوره اللي وراها، وهنا بقى نيجي عند المعضله اللي كانت عندنا، وهي دي في وجهه نظري الازمه بتاعتنا في الشوط الاول اللي ما كناش قادرين بسببها ان احنا نهدد مرمى اونيانجو بالشكل الكبير. ايه هو؟ الكره دي بتاعت علي، ثنائيه علي معلول واجاي شفناها كتير قوي في الشوط الاول، الشوط الاول بالذات، بس مختلفه عن اللي شفناه في الشوط الثاني. ليه بقى؟ الشوط الاول كان المفروض ان ثنائيه اجاي وعلي معلول دايما تخلي اجاي هو اللي داخل لجوه، لان اجاي في اللعبه دي بيعمل 1 2 ويخرج هو على الخط فقد خطورته. برافو عليك، انت هنا هتفقد الراجل اللي بيعمل ثنائيه هجوميه مع مروان محسن في الكرات العرضيه. تمام. وبالتالي علي معلول كان دايما بيلاقي نفسه بيروح على الخط ويعمل الكروس لمروان محسن. قول لي كده من فضلك، مروان محسن جوه منطقه الجزاء مع كام واحد؟ وسط اثنين ثلاثة. مين اللي هيكمل مع اليمين؟ حسين الشحات. حسين الشحات لعيب طبعا مش طويل، وحسام حسين فتح الملعب جد بعيد، وكان ساعات بياخد يقدر ياخد الكره الثانيه لما بتعدي سكند للناحيه الثانيه، ولكن في الشكل ده نثبت ان مروان محسن ياخد الكره من وسط ثلاث لعيبه اثنين مساكين وبيرجع معاهم كيكان، هو كمان لعيب طويل وبيضم معاهم كمساك ثالث، صعب قوي. فبالتالي احنا كنا معظم الهجمات بتاعتنا بالشكل ده، ووصل بينا الرقم اللي انا هقوله لك ده، ان احنا في الشوط الاول على عكس عاده فايلر الهجوميه عملنا 17 كرة عرضية في الشوط الأول، الشوط الأول بس. وده رقم كبير جدا للي متابع أرقام ريني فايلر أو الأهلي مع ريني فايلر، لأن احنا دايما في الشوط الثاني بالظبط، لأن احنا دايما في المباراة الواحدة بنعمل كتوتال 20 كرة عرضية بس. النادي الأهلي مع فايلر ما بيعتمدش على الكرات العرضية كتير، الأهلي بيعتمد على الباسنج على الأرض والاختراق على الأرض أكتر، وبالتالي أنا كنت شايف الموسيماني نجح في الحتة دي، إن هو يجبرنا إنه يعمل بوكسنج أوت. تمام. أنت بتدفع أجاي لبره المنطقة. نروح للصورة اللي بعدها ونشوف برضو نفس الأمر، هي نفس الكرة دي في الشوط الأول، هتلاقي إن أجاي هو اللي متطرف وعلي معلول هو اللي جوه، فحتى علي معلول هو داخل منطقة الجزاء مش عدلته حتى وقفته كمان ومش هيقدر يعمل خطوره. انت اكتر حاجه انت عايزها في اللعبه دي ان معلول يلعب الكوره على مشارف منطقه الجزاء وحد من اللي جايين من ورا يشوطها، بس دي طبعا ما كانتش عندنا، اللي كان فيه زحمه في قلب الملعب. فنروح ونشوف بقى بعدها الصوره اللي بعدها، واحنا شرحنا المشكله اللي كانت عند النادي الاهلي. هنا الصوره دي بقى الصوره دي مهمه جدا. ليه؟ ببساطه نشوف عقليه ريني فايلر للعبته. لو بصينا وعملنا زوم على اجاي هنلاقيه بيشاور لمجدي قفشه ارمي الكوره لعلي معلول، ما هو اللي متغطي باللاعب اللي لابس اصفر، واجاي رافع ايده. تمام. بيقول له ارمي الكوره لمعلول، لعلي معلول الشمال. واضح جدا دي كانت جمله هم يعني فايلر ادى تعليمات عليها في ما بين الشوطين، ان انا النهارده مش هروح للطرف ده الشوط الاول، لا انا هكمل، واول ما علي معلول ياخد المساحه انا اضم كسكند سترايكر مع مروان محسن داخل منطقه الجزاء. نشوف الصوره اللي بعديها ونشوف تحرك اجاي اللي كان قبل خارج منطقه الجزاء راح فين في الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها ببساطه معلول هنا علي استلم واخترق، بقى عنده هنا 3 اوبشنز داخل منطقه الجزاء، امر مختلف عن اللي احنا شفناه في الشوط الاول اللي كان فيه اللي انت برافو عليك اللي كان فيها مروان لوحده، وبالتالي كان هنا نسبه 1 قدام 4، هنا انا عندي 3 لعيبه قدام 5 بس مفيش مشكله، أنا عندي 3 لعيبه وبالتالي رفعت نسبه فرصتي في الحصول على الكره العرضيه. وهنا يوضح لك ازاي المدير الفني شغال تدخل. نروح للصورة مش قاعد متفرج، يعني قاعد طبعًا شغال وشايف اللي حصل وبيغير شوط تاني. طبعا تركيه تانيه بقى عملها فايلر مع علي معلول، قال اوكي انت في بعض الاحيان بتاخد الطرف في اوقات كتيره وساعات الكرات العرضيه ما بتعملناش خطوره، لا هنعمل تركيه معاها ان انت تستلم من اجاييه كمحطه لعب وانت اللي تخترق وتاخد الكره بسرعتك. ليه بقى؟ لان دفاع صن داونز يا محمد وهو مواجه عمره ما هيجيب سرعه علي معلول وهو مندفع. بالظبط. خلي بالك. مع الوضع في الاعتبار اللاعب الاساسي اللي ما لعبش في هذا المركز الباك رايت اللي كان مصاب في هذه المباراه، انت بتتكلم على مورينا. طبعا مورينا بالظبط. طبعا. سرعاته مع سرعات معلول كانت هتبقى فيها ازمه. بس برضه باختلاف في حته ايه؟ انا وانا بجري بوش تجاه المرمى ليا سرعه. اكيد.
المدافع وهو مواجه لمرمى بظهره ثابت في مكانه مستحيل يواجه سرعتي حتى لو هو اسرع مني اصلا كبني ادم الا مستحيل ليه انا رايح بوشي وعشان كده شفنا معلول بيعمل الكوره دي مرتين عملها مرتين المره الاولى جاب منها الهدف تمام ودي اللي كان فيها اجي فيها سترايكر واضح جدا سترايكر صريح دخل لجوه وبدا يبعد عن اللعب على الطرف نروح للصوره اللي بعديها ونشوف قد ايه ازاي فعلا ان علي معلول خد المساحه بس الورق. مش ملاحظ حاجه قبل ما نتكلم في المساحه اللي خد علي معلول ابتدى بيتس موسيماني يعمل كثافه عدديه في الجبهه دي نتيجه التغير اللي حصل يعني لو تلاحظ في الصوره بص انت يعني في تضييق للمساحات بتتكلم في 2 3 داخلين قريبين من معلول وقريبين من اجاي طبعا بس ما كانش يقدر يواجه سرعه علي معلول بالذات يعني هقول خباك علي معلول اسرع من اجاي علي معلول في الانطلاق بتاعته او ان هو ياخد السبرنت وهو مواجه للمرمى اسرع من اجاي سواء حتى بكوره او بالتصرف الكوره او بدون كوره بالظبط فبالتالي كان علي معلول هنا هو اللي هيبقى الحل ليه انك عايز سرعه تواجه السرعه بتاعه لعيبه سان داونز وبالتالي لما نروح برده حتى للصوره اللي وراها ونشوف ازاي علي مع هنا مثلا علي معلول برده بياخد الكوره وبيستلم بس هنا بقى خلي بالك من حته يا محمد هنا اجاي لما جه يلعب الكوره كانت مواجهه كانت مشابهه الكوره دي الهجمه دي اللي هي المره الثانيه اللي علي معلول اخترق فيها منطقه جزاء سان داونز اجاي لقى نفسه مواجه لنفس الموقف بتاع الشوط الاول فقال لك لا انا مش هقدر اتصرف نفس التصرف ليه؟ لو اتصرفت نفس التصرف ده هوصل لنفس النتيجه وبالتالي لا انا مش هلعب الكوره دي لعلي معلول انا هسيب الكوره في رجليا ولف واعمل 1 3 تعال نبص على الصوره اللي وراها هتلاقي اجاي ما بصش لعلي معلول مش الشوط الاول بقى لا الشوط الاول كان اجاي بيدي لعلي معلول وياخد هو الكوره لاخر الخط ويرمي الكروس وانتهى الموضوع هنا بيطلع بره اجاي هو اللي لف وخدع دفاع سان داونز لان هنا عمرو السوليه ينزل له وبدل ما يعمل 1 2 عمل 1 3 عقبال ما الكوره رايحه لعمرو السوليه كان علي معلول قدر يسرق الباك والضغط اللي كان معمول عليه على الطرف وخد نشوف بقى الصوره اللي بعديها خد الكوره في المساحه الفاضيه الكوره رايحه للسوليه والسوليه بيديها لمعلول في المساحه اللي راخدها كل ده تعليمات كل ده تعليمات مدير فني حتى احنا في الهجمه دي قلنا لعلي معلول اركن الكوره الكوره دي لما خدها لما كانت جايه على المينو برافو عليك المفروض تروح في الزاويه البعيده برافو كده ببطن رجلك كان نفسنا ان علي معلول يشوفها على طول هو بصها مروان محسن كان عايز مروان يجيب بالظبط بس بخلاف الفرصه انت ممكن كمتفرج تقعد تتفرج على الفرصه بس وتزعق لعلي معلول ليه ما شفتش لكن الشغل ده محتاجين نفهم ايه اللي حصل وتشوف تفكير اجاي ازاي اختلف من 45 دقيقه اولى ل 45 دقيقه ثانيه وعشان كده حتى بيتسو موسيماني لما اتسال بعد المباراه مين الناس لفتت نظرك قال لك اجاي وعلي معلول عملوا فينا كل ما يعمل فعلا ونشوف الصوره اللي بعديها دي طبعا الكوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها لسه انا ومحمد وكان نفسنا بصراحه ان علي معلول يشوطها بشكل مباشر بالظبط ده ببساطه ادينا فكر ازاي فايلر بيقدر يدرس المنافس وبيشتغل كمان على تصحيح بعض الامور سواء انت ممكن البعض يعتبرها اخطاء اوكي وممكن البعض يقول لك والله بيتسو موسيماني عمل شغل كويس وعارف ان الجبهه دي كويسه وقفل عليها ومرونه طبعا ان انت مش مدرب عندك تجمد في فكره افكارك او طرحك للتحليل او الشكل اللي بتلعب بيه طبعا في مدربين عندهم اصرار على الشكل بيبدا بيه وما بيغيرش عنده قناعات بده لكن فايلر من المدربين اللي ما عندوش الجمود لا دايما في الشوط الثاني بيغير افكاره حتى لو شايف ان الافكار دي مش هتجيب له اهداف سريعه فبيغير على طول ويعرفك كمان ويعرفك ان فايلر والجهاز الفني شافوا ماتش الخمسة صفر كتير اكيد لان انت بتتكلمش في بعض يعني لعيبه كتير اختلفت من صن داونز لا معظم اللعيبه موجوده وبالتالي اسلوب اللعب هو اكبر بيتسو موسيماني ان هو يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه خاصه كمان بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي رد في مره على سؤال ويمكن السؤال ده انا حبيت افهم منه ليه المره دي ما كانش بيطور من اداء فرقته او ليه شغال بنفس الستايل القديم وكان اجابته كانت غريبه لان هو ساعتها لما اتسال في فكره ليه بيلعب بنفس طريقه اللعب بتاعه الموسم الماضي في ظل ان الاهلي حصل فيه بعض التغييرات يكفي حتى تغيير الجهاز الفني فبالتالي عندك فكر جديد قدامك طب. فقال لك لا ما فيش فريق في العالم بيغير طريقه اللعب كله طريقه اللعب بتاعته ثابته برشلونه طريقته اللعب ثابته انا طريقه اللعب ثابته حتى الاهلي ما غيرش طريقه اللعب ببساطه احنا يعني اوكي التصريح العيني على راسي هو تصريح دبلوماسي انه اعتقد يعني هو كان راجل ما عندوش مساحه ان هو يجاوب كتير يقول انا غلطت مثلا مستحيل ربما كبرياءه يعني منعه ولكن ببساطه اللي يتفرج على 5-0 اللي يتفرج على سان داونز دول المجموعات مستحيل تطلع مباراه واحده حتى اللي لعبوها قدام سان داونز قدام الوداد في المغرب 0-0 وساعتها بعد المباراه جمهور الوداد كله هتف
باسم موسيماني بسبب المباراة. ده بطل الجماهير هناك عشان يمسك الوداد. مش بص المباراة دي سان داونز عمل مباراة حقيقي. يعني استحواذ على الوداد في قلب المغرب مش عارف اقول لك كانت عاملة ازاي. اتلغى له هدف في الدقيقة الأولى في الدقيقة الأولى. لا ماتش استحواذ ناس بتلعب تيكي تاكا في المغرب قدام تيكي تاكا طبعا في ملعب هناك المركب الخامس ملعب صعب جدا بصراحة حقيقي. وبالتالي ان ده أسلوب لعبك انما انت لازم تعترف ان ريني فاير اجبرك انك تلعب 4-4-2 اللي انت ما بتلعبهاش في الدفاع اصلا انك دايما سان داونز بيضغط بسبب ان انت لعيبتك عندها لياقه بدنيه عاليه قوي وكمان اجبرك تلعب الكرات الطوليه ممكن تكون 10 دقايق وربع ساعه بمزاجك انما 90 دقيقه لا اسف صح. ان انت تقنعني ان انت قلت في اوضه اللبس يا جماعه احنا هننزل قدام النادي الاهلي 90 دقيقه نلعب كرات طوليه ده مستحيل. الفرقتين من اكتر الفرقتين اللي في دور الثمانيه بيتميزوا بالاستحواذ طبعا وقلنا معركه الاستحواذ هتبقى كبيره قوي في مباراه الذهاب طبعا. بعد المباراه الاستحواذ اتجه في اي من الفريقين في ماتش الذهاب خلينا طبعا نقول يعني ايه ندي ببساطه الرقم عشان الساده المشاهدين يبقوا شايفين مكان سان داونز وانت قلت فريق من الفرق اللي دايما بتركز على الاستحواذ. استحواذ المباراه دي 65% للاهلي 35% سان داونز وخلينا اديك الرقم الاهم من رقم الاستحواذ هو عدد التمريرات النادي الاهلي انت كنت وصلت في ل 600 النادي ده سان داونز فاكر وهقول لك كمان رقمهم في ماتش 5-0 بس فايلر من حقه يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك انا ما بغيرش طريقه لعبي ليه هات لي اي ماتش انا لعبته هتلاقيني عملت فوق ال 500 باص تمام فبالتالي ماتش سان داونز عملت 576 باص كام باص منهم بقى صحيح يعني وصل من لاعب للاعب 476 يعني غلطت في 100 باص بس نسبه نجاحي كام قدام فريق زي سان داونز بيلعب 4-4-2 في الدفاع 83% خلاص انا كده تمام دقة عالية. طيب نروح بقى لبيتسو موسيماني اللي هو اجاب على سؤال سعادتك في مؤتمر الصحفي وقال لك انا ما غيرتش طريقه لعب لا سعادتك غيرت طريقه لعبك هو كان سؤال بس عشان افهم فلسفته نعم هل عنده حلول ولا لا لا طبعا تعال ببساطه نقول التوتال باسز اللي عملها العدد الاجمالي التمريرات لسان داونز في المباراه كام 321 ده النص النص اجدت فيهم كام يعني وصلت الكوره من لعيب للعيب 225 يعني نسبتهم كام 70% يعني انت خسرت ما لا يقل عن 15% نجاح انت اكيد بتبقى زي النادي الاهلي فوق ال 80% انت وصلت ل 70% وبالتالي ده بيؤكد نجاح اسلوب رينيه فايلر في التعامل مع المباراه. تعال نعمل فلاش باك كده لخناقه ما كانتش خناقه بس مواجهه موسيماني مع مارتن لاسارت في ماتش ال 5-0. ماتش ال 5-0 عملوا علينا كام تمريره 617 بنسبة نجاح كام؟ تخيل الرقم 550 يعني 89 89% من باصات سان داونز في ماتش 5-0 كانت ناجحه تمام. النادي الاهلي كان ساعتها عمل كام؟ عمل 334 كام ناجحه منهم 255 بنسبه نجاح 76% فده ببساطه شغل جهاز فني زي بالظبط كده يكون عندك ابنك كان في سنه معينه مع مدرس شغال معاه باسلوب معين جاب نتيجه معينه غيرت انت المدير الفني غيرت المدرس وغيرت الظروف عشان برضه اكون امين في كلامي غيرت الظروف الخمسه صفر دايما قلت ما كانتش لاسارتي بس لا كان في امور بره الملعب احنا دفعنا ثمنها غالي واعتقد ان شاء الله باذن الله ماتش الاياب هنمحي فيه الصوره اللي كانت مترسخه في اذهاننا من ماتش السنه اللي فاتت. طيب انقل بقى الحديث لمباراه الاياب ومباراه العوده واكيد كل اللي بيتفرجوا علينا عايزين يشوفوا طب. الصوره ممكن يبقى المشهد ازاي على مسرح الاحداث مسرح ملعب لوكاس موريبي. طيب ممكن اقول جمله انا نفسي طول عمري اقولها للساده مش نفسي بصراحه جات لي فرصه النهارده ان انا اقولها طيب ايه الفرق يا جماعه طبعا عارف السؤال دايما اللي بيتسال اللي بيحبوا التحليل الماتش الجاي ايه الطريقه الانسب لينا نواجههم ازاي ممكن نكسب ازاي طب نحافظ على 2-0 ازاي انا ببساطه عايز افرق ما بين دور المحلل ودور المدير الفني تمام ببساطه عشان الناس ساعات لحد ما بيحصل تضارب ما بين الدورين لا الاثنين مختلفين تماما وهستشهد بمثل بسيط يوضح الموضوع للساده المشاهدين ببساطه الفرق في وجهه نظري ما بين المحلل والمدير الفني هو نفس الفرق ما بين دكتور التحليل في معمل التحليل تمام. والدكتور في العياده كلنا ساعات بنروح نحلل في معمل التحليل فبناخد التحليل باخد التحليل وبخش دكتور التحليل دكتور المعمل طمني قبل ما اروح بقول له اتفضل والنبي قول لي الرقم ده يعني ايه فبيقول لي والله خلي بالك انت عندك مشكله في الضغط والله خلي بالك عندك مشكله في الانزيمات والله عندك مشكله في صوره الدم عندك مشكله في السكر الصايم او الفاطر وهكذا ده الماكسيمم اللي ممكن يوصل اول ما بتساله سؤال يا دكتور
ما توفر عليا المشوار بتاع دكتور العياده وقول لي اخد ايه؟ يروح ستوب يقول لك ما ماليش دعوه. انا ماليش دعوه، خد حاجتك وارجع للدكتور هتلاقيك تحت في التحاليل بيكتب لك هو الايه الريزلت او الايه السمري يعني ملخص التحاليل. ملخص التحليل هو هيقول لك ايه المشكله اللي عندك وهيكتب لك الدواء بناء على الحاله النتيجة بتاعتك. فاحنا هنا كل يوم خميس يا جماعه هنقدم لكم ما يشبه اللي بيعمله دكتور معمل التحليل. هايل. مش هندي حلول. احنا ببساطه لو انا اقدر ادي حلول كنت ببساطه رحت اشتغلت مدير فني وخدت المرتب بتاع المدير الفني مثلا يعني مثلا. فهي ببساطه احنا بنحاول بس نوضح لكم المشهد بناء على شغل كل مدير فني. احنا ما بنقدمش حلول. نو واي ان انا اقدم حلول لاي مدير فني سواء اي فريق انا بحلله، لان كمان هو المواد اللي بيشتغل عليها. خلينا نتكلم بقى بالمواد يعني بالشكل الطبي زي ما انت شرحت. طبعا المواد اللي بيشتغل عليها تحت ايده هو طبعًا. اللي شايف، هو اللي عارف حالتها، هو طبعًا. اللي شايف الحاله الفسيولوجيه والحاله البيولوجيه لكل لاعب والفتنس والفني والتكتيك. طبعا فاحنا بنتكلم بعد الماتش. لا وخلي بالك احنا يعني ايه اقول لك ايه، المعلومات المتاحه لينا من الفريق حتى ايفن كاعلاميين لا تتعدى ال 20 او 30%. احنا صح. مش مطلعين على كل الامور، لا مش كل حاجه احنا مطلعين عليها، في امور احنا ما نقدرش نشوفها وبالتالي المدير الفني هو اللي بيشوفها. وحاجه ثانيه ساعات في وجهه نظري يعني من متابعتي لريني فايلر، ريني فايلر من المديرين الفنيين اللي بيحط بعض الامور الفنيه والتكتيكيه اللي بتفيده في الامور الانضباطيه. حد يقول لي يعني اقول لك مثلا مع ريني فايلر مفيش لعيب ينفع يجي من بيته يخش تشكيل اساسي، ما شفناهاش ولا صفقه جديده ولا حد راجع من اصابه ولا اي حد. في نظام، في سيستم هو شغال عليه بيدي دايما اللي بيجتهد في التمرين وفي التدريبات الأساس. ان انت دايما بتأدي بشكل كويس انت اساسي. في روتيشن، بس الروتيشن مبني على المنافس مش مبني على الاجهاد خالص عند النادي الاهلي. مش مبني على الاجهاد لا طبعا. روتيشن فاير مش مبني على الاجهاد. على فكره انت اول واحد تصف الروتيشن اللي بيحصل جوه التيم بالمفهوم العلمي اللي انت قلته ده على فكره. لان دايما كلمه الروتيشن مرتبطه بكلمه الاجهاد طبعا، لكن روتيشن مرتبط بتحليل الفريق المنافس دي اول مره حد يشرحها بالشكل العلمي ده للناس. وفاير اقنعنا بيه ان فاير في بدايته مع النادي الاهلي غير كل مباراه، كان اعتقد التغييرات بتوصل لاربع وخمس لعيبه، وحتى كان في حد في التوظيف، في توظيف اللعيبه شفنا احنا مع فايلر. اوعى مثلا انت كوينجر هجومي تقول انا بلعب يمين بس شكرا ليه، لو انت رحت قلتها له مش هتلعب. ريني فايلر دايما بيعمل شيفتنج، بيعمل تغيير للاثنين وينجات طول المباراه. فما ينفعش تيجي تقول والله خلي بالك انا عدلتي على اليمين ما برتاحش نفسيا على الشمال، لا ما ينفعش. حتى لو طلب منك تلعب مهاجم زي ما حد شفناها مع الكهرباء في الهلال السوداني بتنفذ. وهنا ده بيوريك ازاي محمود متولي العب هاف ديفندر، حاضر. النهارده انت بتلعب وقت طويل مع رامي ربيع وببدل، بثبت رامي وببدل ياسر وببدل محمود متولي. النهارده ماتش بهذه القوه بهذه الخطوره هنلعب بثنائيه ياسر ومحمود متولي عشان خاطر السرعات، حاضر. فانت بتتكلم على مدير فني عنده من الادوات وعنده من الافكار اللي تخليه بينفذ بعض الامور اللي احنا نشوفها امتى؟ بعد ما نشوف الماتش. ما نقدرش المحلل يا جماعه مش دجال، ما ينفعش محلل يتوقع. المحلل بالظبط زي دكتور التحليل ده اعلى مثال انا دايما بقوله لنفسي، اشوف التحاليل بتاعتك وابدا اقول لك. لكن ما ينفعش حد وانت داخل مثلا المعمل مثلا قبل ما الراجل ياخد منك العينه تخش الدكتور تقول له ممكن بعد اذنك لما تشوفني كده تقول لي انا هيطلع السكر عندي عالي ولا لا، مستحيل. فاعمل تحليل او نشوف المباراه، وبعد ما نشوف المباراه بنبدا نشوف الادوات. طيب. والحاجات ارقام قدامنا ونبدا نحلل. طيب انت حطيت العنوان اللي هنتكلم عليه او هنتكلم عن تفصيلته في الجزء اللي جاي. مباراه العوده، مباراه الاياب، الفلسفه، طريقه اللعب، مشهد ماتش الذهاب، المشاهد دي ازاي تترجمها بقى بشكل مباراه العوده؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد نهايه المباراه لو كنا عملنا استفتاء ما بين كل جماهير النادي الاهلي وسالتهم ايه احلى طريقه تلعب بيها في بريتوريا، كله كده بلا نقاش يعني اللي عارف اللي هو ايه الغالبيه العظمى كاسحه كلها هتقول لك شكرا شيل مجدي قفشه ونزل لنا لعيب هاف ديفندر ثالث وشيل علي معلول. اترجم لك اللي اتقال. يعني مثلا حط رامي ربيعه جنب ياسر ابراهيم وخلي محمود متولي نص ملعب، شيل علي معلول وحط ايمن اشرف ودافع ونقدر نقفل عليهم المساحات هناك ونعمل الزون ديفنس ونعمل الزون ديفنس وايه ونلعب بنفس الطريقه لحد ما كان ساعات مانويل
كان بيعمل جوزيف طبعا في الفتره اللي يقول ايه اكتسح فيها افريقيا 4 سنين حتى بالموسم اللي النادي الاهلي خد فيها المركز الثاني بعد النجم الساحلي، بس كان النادي الاهلي كان مسيطر. كان جوزيه حاطط فلسفه وهي ان انا النهارده يا جماعه لو بعد الماتشات مع اقربها كده هروح بره الارض اتخلى عن البلاي ميكر والعب بحد كان يلعب بابو تريكا وبركات تحت متعب ويطير، هم دول ابتدى الهجوميين والباقي كله مأمن ورا في خط الوسط عشان احمي نص ملعب. هي فكره بس احنا كمحللين هنيجي نسال نفسنا سؤال، هل ريني فايلر قال لنا في اي من الماتشات الخارجيه انه بيتخلى على البلاي ميكر؟ الاجابه هتكون لا. تمام، وهدي مثال بسيط عليها. ماتش النجم الساحلي مطلوب مننا ايمن اشرف في الدقيقه 11 صح؟ مظبوط، وبنلعب في رادس وفي تونس ومباراه صعبه جدا واول مباراه خارجيه ليه بدور المجموعات بالظبط ومباراه صعبه قوي يعني كل حاجه يعني، والراجل ما تخلاش عن مفهوم الهجوم، قال لا انا برضو هفضل مكمل بالاسلوب بتاعي، كل اللي هعمله بس ان انا هغير تغييره عشان انزل مساك يلعب واحمد فتحي نزل ساعتها لو تفتكر ولعب حته اعضاء كمساك. لكن التفكير بتاعي او السيستم بتاعي مش هيتغير. ويا سبحان الله رغم النقص العددي ورغم حتى الهدف اللي جه في مرمى النادي الاهلي الاستحواذ كان مع النادي الاهلي، النادي الاهلي كان هو المسيطر، وساعتها افتكر جريدو فضل حتى بعد الطرد سايب طريقته اللي كان بيلعب بيها بخمسه في الدفاع وجاب وجدي، ساعتها جاب وجدي كشريده من بيتهم كان مصاب وجدي مظبوط جابوا من بيتهم جابوا الماتش ده عشان كان عارف بالظبط عشان يلعب بيه بالظبط وما تخلاش خالص عن الخماسي الدفاعي. فدي فلسفه ريني فايلر. فهنا انا اقدر اقول لك لا، ربما ريني فايلر ما يبقاش من مدير فني اللي بيغير الفكره بتاعته. وهنا ممكن برضو اخذك لنقطه مهمه بالشكل اللي شفت عليه سان داونز، الفرقه دي فعلا من الخطر من الخطر أيوة. انك تسيبهم يحضروا يحضروا طبعا من الخطر انهم لعيبه كوره، بس معنى كلامك مع يعني سوري للمقاطعه طبعا تسيبهم يحضروا يعني انت عايز تعمل ضغط عالي ضغط عالي، بس الضغط العالي ممكن يعمل مساحات صح وممكن يعمل فقدان لياقه بدنيه في الشوط الثاني عشان الاكسجين عشان الاكسجين. بس خليني برضو اخدك لحته معينه ماتش الهلال السوداني النادي الاهلي كلنا توقع المباراه دي طبعا كانت مباراه صعبه جدا وكان في بصراحه شحن فيها قبليها وكان يعني كان في بعض المشاكل الاجواء ما كانتش ظريفه وقلنا ربما ريني فايلر يبقى حذر بعض الامر شويه في المباراه دي. من الدقيقه الاولى شفنا النادي الاهلي نازل واخد المباراه ضغط عالي امنع الهلال انه يبني الهجمه تمام احنا رايحين نكسب مفيش وبالتالي خلي بالك الهلال السوداني ما كانش عنده نفس اللعيبه المهاريه زي سان داونز بالظبط. خوفي من سان داونز يا محمد في حته انك لو سبت لعيب الكوره عنده المساحه انه يلعب كوره يستلم طبعا ده خطر خطر جدا. ليه؟ الزون ديفنس هو حل ذو يعني يعني طريقه ذو حلين امر ذو حلين ممكن فعلا تزهقه بانك تركز بس في نص ملعبك وتبدا تحتفظ بلياقتك ليه ما الدقائق الاخيره في الشوط الثاني خصوصا طبعا احنا قلنا الخميس اللي فات ان بريتوريا عاليه عن سطح البحر مظبوط تاني بريتوريا يا جماعه عشان ما شافش حلقه الاسبوع اللي فات بريتوريا اعلى من سطح البحر 4700 قدم هنا وبالتالي الشخص المصري اللي بيطلع من مصر يروح بريتوريا لازم يحصل له مشكله في التنفس لو انت النهارده حتى لسان طبيعي ليه؟ هنا القاهره احنا عايشين على 75 قدم بس حط كده 75 قدم في كفه و 4700 فبالتالي بيحصل لك نقص في الاكسجين ده لحد ما ساعات بيتحل بيه الاقراص ساعات بيتحل انك تسافر قبليها بفتره بالظبط وده اللي حصل عشان الرئه تعود على الاجواء وبالتالي اكيد دي نقطه في الاعتبار ولكن فنيا انا من الناس اللي ابدا اشوف لا مهم جدا ان احنا في بعض الاحيان اكيد انت في الجو ده مش هتضغط 90 دقيقه مستحيل لكن في بعض الاحيان حاول ان انت تمنع سان داونز من بنى اللعب ما تخليش لعيبه الكوره يمسكوا الكوره كتير لكيكانا وهو بيتصرف بالكوره قدام منطقه جزائه حاجه وهو بيعدي بيها نص ملعبك حاجه تانية حاجه تانية. لو الثرو باس او الثرو لوب اتلعب من عند منطقه جزائهم حاجه ولو اتلعب من عند خط النص حاجه تانية الاجاده بتاعته الافشنسي بتاعته الاجاده ان هو يجيدها من نص الملعب أقوى. اكيد اقوى واحسن اقوى وافضل عشان العب يعني كوره طوليه من منطقه الجزاء لغايه
ما يقرب منطقه الجزاء اكيد الدفاع الاهلي هيبقى متقدم على منطقه الجزاء اكيد هيبقى اصعب من ان انا العبها من عند نص الملعب. كل ما مسافه الاوفر او الكوره بتطول كل طبعًا. ما يكون دقه الكوره توصل للناحيه الهجوميه اقل طبعا اكيد اكيد اللاعب المهاري وهنا اعتقد ان بيتسو موسيماني هيكمل بنقطه ان زواني يبقى الثالث بتاع نص الملعب هيكملها الثالث طبعا مهم زي ما عمل في ماتش الذهاب زواني ما كانش طرف زواني كان هو اللاعب اللي بينزل كان هو وسايب بقى بالكازي وسايب سيرينو وطبعا هم دول كانوا حد ما بيتقدموا مباي طبعا هم دول بيتقدموا كتير لمنطقه محمد الشناوي. طيب التشكيل اللي بدا بيه صن داونز مباراه الذهاب نعم ممكن نفس التشكيل ولا ممكن يحصل تغيير واحد في التشكيل؟ شوف طبعا هو اعتقد الفكر الهجومي بتاعه هيختلف مش عارف بصراحه باك اليمين هيرجع له ولا لا في المباراه ده ست شهور مورينيا ده الباك ما كانش على الوينجر اعتقد مورينيا كان هو الوينجر اللي اتصاب مورينيا الباك رايت اوكي رقم 27 اوكي ده الست شهور انت بتتكلم في الوينجر اللي تقصد اللي هو الفونسو هم عندهم بالظبط كان في الفونسو ثلاث شهور وست شهور بالظبط اوكي لو النهارده الاساسيين بتوعه او الباك بتاعه ما رجعلوش انا في وجهه نظري ان هو هيكمل بالرباعي الخلفي زي ما هو بس هيختلف في التوظيف في حته ايه مثلا اول كده اول تغيير هيحصل هنشوف اسلوب اللعب مفيش زون ديفنس في الدفاع شكرا خلاص سان داونز مش هيدافع من نص ملعبه ومش هيسيبك تطلع بالكوره من نص ملعبك زي ما انت عايز زي ما حصل في استاد القاهره ده لن يحدث ال 4 4 2 مش هنشوفها احنا هنشوف فريق بيضغط علينا من نص ملعبنا وبالتالي احنا اللي محتاجين نلعب لحد ما الكرات الطوليه في بعض الاحيان بالطريقه اللي احنا عايزينها مش عايزين نجبر عليها في ودي اللي احنا بنشرحها بقى تمام العب انت الكره الطوليه القطع دايما الكره الطوليه بتتلعب على الطرف يعني تاخد الطرف يبقى قاطع لك لجوه صعب جدا ان انت تلعبها للسترايكر الاسترايكر يبقى رايح بوشه لمرمى محمد الشناوي صعب جدا تطلب منه مدي ظهره لحارس صن داونز بالظبط فده مستحيل جدا فانت دايما هتلعبها للاطراف وبالتالي هل ممكن نفكر في المباراه دي في ان اجاييه يبقى واخد المساحه اللي ورا الدفاع ربما طبعا حسين شحات عنده الحته دي مميزه جدا ليه لعيب سريع بس مش عارف لسه موضوع الاصابه وبعض الاخبار اللي قالت على اصابه حسين شحات هيبقى اساسي ولا لا بس احنا بنتكلم ان احنا محتاجين نقلب موضوع السرعات لينا احنا خلي عنصر مفاجاه كده للماتش نعم خلي عنصر مفاجاه للماتش بما ان كل حاجه بتتقال وبتتشاف يعني انت عارف الكلمتين اللي اتقالوا على سبيل الاكيد بس الاكيد ان دفاع سان داونز عمره ما هيقف عند منطقه 18 اكيد هيتقدم أكيد عشان يقفل لك مساحه التمرير لان هو بيلعب ضد حاجتين بيلعب ضد الوقت. النتيجه وضد الوقت انت مغلوب 2-0 وعايز تعوضهم وكل ما الوقت بيمر عليك في ماتش الاياب ده في صالح النادي الاهلي مش في صالحك فانت عايز تزود من عمليه استعاده الكوره وعايز تقلل من زمن هجمه النادي الاهلي النادي الاهلي مثلا لو الهجمه بتاعتنا وصلت لدقيقه وطبعا ده زمن طويل جدا هنبقى فرحانين شكرا انا كل ما الكره في رجليا انا ضامن ان انا لسه محافظ على نتيجه ماتش الذهاب وبالتالي هيبقى في اختلاف في الادوار بس اللي اتمناه فعلا ان احنا نلعب بالسيستم بتاع انا رايح اجيب جول رايح اجيب جول وهدي مثل هنا في 2008 2008 ماتش مين النادي الاهلي كان بيلعب اسك جان سيمي فاينل الموسم التالي للموسم بتاع 2007 لما خسرنا في فاينل النجم الساحلي وطبعا كابتن سامي الشاطر يعني لما سمعنا كان واحد من نجوم مباراه الاياب في ابيدجان وابيدجان برضه نفس المشكله بتاعت بريتوريا في موضوع الاكسجين ماتش اتلعب في رمضان في رمضان اعتقد في رمضان صح ده اتعمل فيه مجهود بدني وجري غير طبيعي الشوط الاول اول نص ساعه احنا كنا كسبانين هنا في مصر 2-0 بنفس الظروف بالظبط خلص تعادل اعتقد لا لا جايين لا مش تعادل خسرنا 2-1 بس تعالى اقول لك خسرنا 2-1 بس اقول لك السيناريو جوزيه اللي رسمه ازاي راح لعب بالثلاثه خط وسط وحط ساعتها فلافيو بس لوحده هو سترايكر صريح ونزل اول نص ساعه بضغط عالي بضغط عالي اول نص ساعه هو كان عارف طبعا ان ابيدجان من الاكسجين والمشكله دي فانا يعني احاول استخدم الباور بتاع لعيبتي في بدايه المباراه تمام النادي الاهلي في اول نص ساعه محمد ضيعنا انفرادين وفلافيو جاب جول الهيد كرة اتلعبت له عرضية وحطها في الجون بالهيد وخلصنا الشوط الأول 1-0 بس الشوط الثاني كنا مقتولين صح؟ كنا هو ده بقى الجزء اللي بقول لك عليه ممكن تعمل ضغط أمامي جيد جدا وتكسب وتجيب ما هي لعبة قمار لكن الناحية البدنية ما هي لعبة قمار أنا جبت جون مع 2-0 في أرضي يبقى كده المنافس عايز كام؟ محتاج أربعة عايز أربعة
اسك نزل الشوط الثاني مش عايز اقول لك ما خليناش نطلع من نص ملعبنا، كنا تعبانين جدا، الجو كان صعب، وجابوا فينا جونين اعتقد في 10 دقائق، وساعتها خوفنا قوي ان الجونين جم بسرعه وكنا ممكن نتفك، بس جوزي بقى عمل اللي انت عايزه في الاخر في اخر 20 دقيقه اللي هو عمل الزون ديفنس، وقف وما هاجمش وحافظ على ال 2-1 وصعدنا. بس برضو اللي هقوله ان الكواليتي بتاع اللعيبه والظروف ساعتها كلها مختلفه عن بتكلم كسكواد كقايمه، لان بركي برضو ساعتها لعيبه النادي الاهلي خبره افريقيه بصراحه فظيعه. احد اللعيبه وقتها انا سالته على الشوط الثاني ايه اللي حصل؟ قال لك احنا كنا بنلعب الشوط الاول فريق اسك، الشوط الثاني مش عارف ايه اللي جاب التطار. بالظبط ايوه طبعا وصفها بنفس المعنى كده، المجهود البدني كان صعب جدا. بس هي الفكره في لعبه القمار، انا رايح بفكر ان انا اول 45 دقيقه بصوا يا جماعه مش هتعدي غير لما اجيب جون، حتى هو لو جاب فيها جون مش مهم، بس المهم ان انا احطه تحت ضغط ال 4-0، وبالتالي انا كل اللي عايزه ان انا احاول اهدد مرمى المنافس بالثلاث اربع هجمات واركز فيهم. تمام، لو ركزت اكيد في واحده هتلطش معايا. في تغيير حصل بالنسبه لفريق صن داونز في مباراه الذهاب، اكيد ممكن يكون له علاقه بماتش العوده. ايوه، لما استبدل ليبوزا ونزل لانجرمان. طيب لانجرمان طبعا احنا عارفين هو اصلا باك الشمال بالظبط، وكان قاعد طبعا على الدكه ونزله في نهايه المباراه عشان يامن، اللي كان موسيماني كان عايز ايه الماتش يا محمد خلي بالك زي جدا. ربما الناس ممكن تقول لك يا عم موسيماني انت راجل مغلوب 2-0 وباقي 10 دقائق ما تخطف لك جول، قال لك لا، الصح في ظل الظروف اللي انا شايفها دي، وخلي بالك صن داونز فعلا في نهايه المباراه تعب تعبوا بدنيا انهكوا تعبوا مع النادي الاهلي فعلا، عشان كده كمان نزل باكيماني للسرعه عشان على الاقل نص الملعب بتاعنا حد منهم يرجع، هو لعبها برضه باكيماني، هو لعب على باكيماني ان هو النهارده يخطف واحده ويجري، وكان فعلا في واحد كان هيخطفه بس ليه فعلا هو نزل لانجرمان؟ اللي هو كان فعلا عايز يحافظ ان الجون الثالث ما يجيش. الجون الثالث لو كان جه كان هتبقى فعلا نسبه عودته في ماتش العوده صعب قوي، صعب جدا انت ترجع، يعني النادي الاهلي رايح لك وكسبك 3-0 الامانه صعب. عشان كده فاكر الحلقه فات لما قلنا مباراه الذهاب هنا ومباراه العوده هناك هتغير فلسفته، طب هو كان دايما بيبني تاريخه كله في اخر اربع خمس بطولات تحديدا من 2016 لغايه 2020 على ان هو بيقدر يعمل على ملعبه السكور اللي يضمن له التاهل للمرحله الثانيه. مع الوداد لما بدا المباراه الاولى في مركب محمد الخامس خسر على ملعبه في بريتوريا، لما لاعب الزمالك في البدايه وكسب 3 قدر يكسب البطوله، لما لعب الاهلي في الاول وكسب قدر يكسب البطوله، مع الوداد ما عرفش، مع مازيمبي قبل كده ما عرفش، مع الترجي قبل كده ما عرفش. صح، وخليني برضو استدل من النقطه دي، نقطه مهمه قوي استدلها من ماتش الترجي والزمالك. وفعلا ذكاء كارتيرون لما كانت نتيجه 2-1 وعدم ذكاء من معين الشعباني انك في نهايه المباراه وانت مغلوب 2-1 كارتيرون فعلا كان بيلعب على الجون الثالث انا عايزه باي طريقه كان أكيد. ودخل كل اللعيبه الحريفه خش وغلطوا مدافعين الترجي، كانت ذكيه جدا، حركه ذكيه، انت ازاي في ماتش زي ده، ماتش انت بتحسب ماتشين مع بعض يا محمد، ازاي النهارده اخد الجون الثالث اللي اكيد بخلاف النتيجه الفعليه طبعا هو طبعا 2-0 اكيد على الورق افضل من 3-1 اكيد، بس كارتيرون ذكي في حته ايه؟ والنتيجه 2-1 انا عايز الجون الثالث نفسيا ليا، انا عايز اضغطك وخليك متعصب، عارف لو كان الترجي خسر 2-1 ما كانوش عملوا المشاهد المؤسفه اللي عملوها في نهايه المباراه، وطبعا طبعا نادي الترجي ما اتظلمش خالص، يعني فوز نادي الزمالك بالمباراه دي كان فوز عادل حقاني 100% عشان الترجي مش متعود على لا 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 انت عارف يعني طبعا الترجي يعني فرادس طبعا والفار يبوز ويقول لك الكهرباء قطعت ومش بتاع، فلما حسوا ان الهدف التاني طبعا من الهدف التاني نادي الزمالك كان هدف سليم 100% مفيش اي خطا، فوز نادي الزمالك مستحق تماما. انت عارف الجون اللي احرزه الزمالك اللي هو كان الجون التاني جاي بعد 30 باص ممتازه، بص النهارده صفحه رسميه للاتحاد الافريقي عملوا لها فيديو حلو قوي، فيديو عالمي جدا حتى حلو. ركز كمان في فكره السكند بول، الكره الثانيه اللي بتيجي لنفس اللعيب بقى بيعملها، جات له مره ثانيه، جات لطارق حامد مرتين، جات لفرجاني ست مرتين، جات لمحمود علاء مرتين، لغايه لما وصل لغايه منطقه الجزاء والهدف احرز. وعشان بص سريع يعني بما احنا جبنا سيره الزمالك والترجي، بس واضح جدا جدا واضح حاجه ايه تحليليه سريعه للترجي، فرقه الترجي بتلعب 60 دقيقه بس ماتش السوبر وماتش الذهاب في مصر، اللعيبه دي كلهم 60 دقيقه، نادي الزمالك لو عدى الدقيقه 60 وهو محافظ على نتيجه تؤهله في وجهه نظر شخصيه نسبه تاهله تبقى اعلى. طيب لو بتكلم على السكواد او القايمه بتاعت فريق صن داونز، وانا بحب دايما لما ابص على كل الفرق اللي معانا، طب فاكر انت وقت ما تأيد مصطفى شوبير في قائمه الاهلي الافريقيه قال لك ازاي اربع حراس مرمى؟ ايوه
انتوا عارفين يا جماعه ان فرقه سان داونز في قائمتها فيها اربع حراس مرمى؟ مش مفاجاه على فكره. طيب باقي الفرق لو بصيت على قائمه الرجاء المغربي هتلاقي اربع حراس مرمى، فبالتالي احيانا على مدار الموسم بتحصل معاك بعض الظروف فبالتالي بتبقى مجبر على ده. طب انت عارف البديل بتاع اونيانجو حارس مرمى سان داونز، حارس مرمى منتخب مازيمبي؟ نعم كينيدي مويبا. بص منك فتحت الموضوع ده، خلينا نتفق يا محمد ان اي خبر رياضي في قائمه او خبر اداري او انضباطي معرض على معرض للتقييم على السوشيال ميديا. النهارده الناس كلها بتقيم اي نوع من الاخبار بيتم تقييمه. بس ايه النقطه اللي انا عايز اقولها؟ في بعض الكواليس انت مش عارفها. يعني في وجهه نظري، يعني مش عايز ازايد على الحلقه بتاعت النهارده، بس ربما الشوط الاول لو مثلا الناس بصاله في ماتش سان داونز بشكل سلبي قوي، ربما بعد اللي احنا شرحناه نفهم تقدر تفهم قد ايه الراجل برضو في شغل شطرنج، يعني في ماتش شطرنج ما بين الاثنين، وقد ايه فعلا انت لازم تشيد باللي عمله فايلر الشوط الثاني. يعني لازم تبقى انت فعلا عندك ثقه ان مفيش، يعني الراجل قاعد بره ده ما بيتفرجش على المباراه زي ما حد بيتفرج. لا الراجل فعلا شغله بيتدخل وفعلا في شغل بيتعمل. فمثلا موضوع قيد اللاعبين، يعني كان انا قايد اربع حراس، ربما يكون ليها فكره او نقطه انت مش شايفها ومش شرط تشوفها دلوقتي. ومش شرط تشوفها دلوقتي؟ لا مش شرط. ليه؟ مش يعني برضو ساعات بحس ان البعض بيحب يشارك مش في مشاهده الحدث ولكن في صنع الحدث. في صنع الحدث في صنع الحدث ساعات، يعني ربما ده ما يبقاش متاح. ليه؟ ان في اسرار فريق، في بعض الامور النفسيه والمعنويه اللي انا بشتغل عليها لقدام للمستقبل. يعني النهارده مثلا ممكن حد يسال يا جماعه ليه افشه ما لعبش ماتش النجم الساحلي مثلا، ايا كان السبب، والاخبار تبقى كتير طبعا على المواقع الرياضيه وكلنا بنشيرها وبنتكلم فيها وكله بيجتهد بالظبط، والماتش اللي وراه بنشوف الراجل بيرجع برضه نفس الامر على كهرباء. ايا كانت الاسباب احنا لينا الحق، اهو بقول اهو لينا الحق نقول اللي احنا عايزينه على السوشيال ميديا. بس ما تقولش للمدير الفني او الجهاز الفني انه يطلع يتناقش معانا، هو يقول هو عايزه، هم حرين. صح. وانا احترم هذا. هم يحترموا ارائنا ووجهات نظرنا، واحنا نحترم ان هم الناس اللي المختصين مختصين بشغلهم. طيب احنا عايزين ناخد قرار زيهم، يبقى ببساطه نقفل الكمبيوتر ونروح ناخد دورات تدريب ونروح ناخد كورسات ونجتهد ان احنا ناخد الشهاده سي الاول سي، وبعد كده ناخد بي وإيه؟ وبعد كده ناخد ايه عشان نمسك فرق زي الاهلي والزمالك، ونبدا احنا النهارده منافسين لمدير الفني ونيجي نقعد مكانهم، ولما نحصل يحصل ده لو عايز شهاده بجد بروح اوروبا مثلا. لا ما انا محتاج النهارده فايلر عشان يوصل للكرسي ده، اكيد هو تعب في حياته اكيد كتير. انا ما شفتش ده درس اعلام حتى من ضمن الكورسات اللي خدها. انا بقول لك لا، انا ما شفتش هو عمل ايه. يعني في نقط انا ما شفتها، اكيد ما شفتهاش. انا شفته هو نازل من الطياره وجاي مصر يبقى مدير فني، وبشوف المؤتمرات الصحفيه وبشوف التمرين اذا رحت النادي الاهلي او بشوف التلفزيون. مظبوط ده انا شفته، لكن في شغل اكيد هو عامله، تعب واجتهد على نفسه عشان يوصل للمكانه دي اللي تخليه صاحب القرار الفني الاول في النادي الاهلي. وتاني ما بزيدش على حد، لا انت من حقك تماما. هو انا برضو انا راجل سوشيال ميديا انفلونسر وبكتب على السوشيال ميديا كتير، من حقي اكتب اللي انا عايزه، بس مش من حقي ان انا اناقش المدير الفني واقنعه في قراره. لا وايه، وافرض عليه وجهه نظري انا اقول انا عايزه في المساحه المحدده ليا، بس عارف كمان ياخد قراره. الدور بقى الاعلامي كمان اللي المفروض نقوم بيه، لان احنا بالتاكيد مختلفين عن السوشيال ميديا لما طب موجودين على شاشه. طب واحنا بنلعب في بطوله افريقيه لازم نشوف قوائم الفرق كلها معانا ظروفها واوضاعها ايه. أكيد. يعني انا هتكلم على الاستبدال وهكشف لك على حاجه حصلت محدش خد باله منها. اتفضل. بعرض لك على فرقه سان داونز والقائمه بتاعت سان داونز. انت بتتكلم في قائمه خلاص استكملت ب 30 لعيب. نعم. لكن عندك اربعه حراس مرمى. تمام. اثنين حراس مرمى الاساس والاحتياطي حراس دوليين. نعم. سواء اونيانجو او حتى موينا حارس منتخب زامبيا، لكن عنده كمان اثنين حراس ما بيدخلوش السكور خالص. نعم. فبالتالي القائمه من 30 فيها اربع حراس مرمى. نعم. طب وانت بتتكلم على الاستبدال واللي حصل في الاستبدال والقرار الغريب اللي طلع في اخر شهر يناير. صحيح. البعض قال لك الوداد، البعض قال لك الترجي، البعض قال لك كذا. المفاجاه ان اللي استبدل الاربعه كان مازيمبي الكونغولي والنجم. نعم. الساحلي التونسي. صحيح. وشفنا طبعا نجم الساحلي فعلا فريق بيعاني وكان فعلا محتاج اعتقد، بس برضه بصراحه محمد الترجي استحيل من الاستبدال. حلو. استبدل واحد. والوداد واحد ماشي، بس استبدل يعني عارف الوداد عمل ايه؟ نعم. الوداد ايد في القائمه الاولى 24 لاعب. اوكي. فلما جيت اعقد مع اكتر من 10 لعيبه. نعم. ايد منهم سته. اوكي. فبالتالي استكمل القائمه. بعد كده لما اتفتح موضوع الاستبدال شال لعيب وحط لعيب. اوكي. بس في الاخر احنا متفقين ان القرار نفسه
ما كانش فير. لا يعني القرار غلط، احنا مش احنا مش مختلفين على القرار، بس الفكره ايه؟ لازم الناس على السوشيال ميديا تبقى عارفه بعد ما القرار بيطلع وتشوف النتيجه حصلت لفين. طب ولما بتقارن قائمتك بقائمه اي فريق منافس وعايز تظلم الجهاز الفني بتاعك في القائمه اللي اتعملت، لا شوف المنافسين برضو قوامهم كانت ازاي. صحيح. لا وفي نقطه برضو عايز اقولها يا محمد بصراحه، بص الكمال لله وحده اكيد، كلنا بما فيهم الجهاز الفني للاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واي حد بيشتغل في اي مجال اكيد عنده نسبه خطا. انا بس ساعات بيبقى صعب جدا ان انت بتطلب البرفكشن او الايه الامتياز في كل شيء، في كل شيء ده امر صعب. مستحيل. امر مستحيل. زي بالظبط مثلا ايه قبل الماتش ممكن مثلا كلنا نفسنا بصراحه، لو تفتكر في نهايه الحلقه المره فاتت انت بتقول لي توقع، انا عمري توقع انا سايبها لاخر حاجه انا عمري توقع بس ليه؟ كان نفسي بصراحه نديهم 6-0، بس طبعا ده امر مش عقلاني. انت قلت كده هو امر مش عقلاني طبعا، بس هو ده الامنيه. لكن لما نيجي نشوف الماتش اكيد طبعا الظروف صعبه جدا. ليه؟ لان انت اكيد عدد الفرص اللي هتتاح ليك أكيد. في مباراه زي دي مش هتبقى زي السيناريو بتاع 5-0. سيناريو 5-0 ده بصراحه كان سيناريو استثنائي شويه، وكمان الظروف اللي اتلعب فيها كانت ظروف مختلفه ان شاء الله عن الظروف اللي هنشوفها يوم السبت. طيب في جزئيه عندك تانية متعلقه بمباراه الاياب عايز تبدا بيها او تتكلم فيها قبل ما ادخل على السؤال الجاي؟ لا اتفضل خش على السؤال الجاي. طيب احنا بنتكلم في تشكيله سان داونز، مش هتختلف كتير عن تشكيله مباراه الزمالك. هو بس اختلافها في التوظيف، في التوظيف وفي والتكتيك بتاع الفريق. طيب ممكن يغير ميديشا رقم 2 اللي اتلعب باك رايت ويخش في القلب لان هو في الاساس مساك، ويلعب بليبوزا ولانجرمان على الاطراف. بص لانجرمان اكيد هيلعب. هيبدأ. ليه؟ انت بتتكلم على باك شمال بيطير كتير ولعيب خفيف ولعيب سريع جدا وليه ادوار هجوميه، ومشاركته في نهايه مباراه الذهاب تؤكد بنسبه لا تتعدى يعني اكيد مش اقل من 90% انه هيبدا المباراه الجايه، واكيد هيبقى عنده واجبات هجوميه اكتر من اللي شفناه في ماتش الذهاب. وتاني يا محمد اكتر ما احنا بنتكلم على اسامي احنا بنتكلم على اسلوب لعب، اسلوب لعب. وعايزك دي اعتقد في وجهه نظري يعني الطرفين الرباعي بقى بتاع سان داونز هيلعب على كل طرف. انت بتتكلم على لا يقل عن 8 لعيبه هنشوفهم في نص ملعب النادي الاهلي، والاثنين مساكين ايا كان مين هم الاسمين هيبقوا متواجدين عند بالظبط خط 18 خط نص ملعب. تمام. هيبدا يزنقك في نص الملعب بحيث ان انت ما تخرجش من نص الملعب ويقلل دايما مساله استحواذك على الكوره. طيب اخر حاجه متعلقه بصفحه الاتحاد الافريقي على الويب سايت او على الفيسبوك، قال لك مولودي سان داونز في اخر 13 مباراه على ارضه كسب 9 تعادل 4. طب وده بيديها وما اتغلبش ولا مباراه. طب دي نفسيا انت بتطلبها كلاعيبه بتشتغل عليها ولا ممكن ده كشغل فني بعيد عن الارقام ديت؟ بص الجزء النفسي طبعا احنا اتكلمنا عليه كتير وشفنا قد ايه، وحتى انت المحاله اللي فاتت شرحتها بشكل جميل جدا قد ايه بيتسو موسيماني حارب عشان الماتش ده يتلعب الساعه 3 العصر. وبالتالي اعتقد الامور النفسيه دي عندنا محتاجين لو نقدر تخيل تقول للعيبتك يا جماعه الفرقه دي 13 مباراه ما تغلبوش نقدر نكسبهم، ويخلي بالك بتخوف. وهدي مثل بسيط 2004 2005 انيمبا النيجيري كان هو غول افريقيا ساعتها، كان فريق مرعب. اول نادي قادر يكسر برافو عليك، كان فريق مرعب، واي نادي بيروح يلعبه على ارضه كان استاد غريب جدا، كان استاد واسع قوي. وكان ساعتها لو تفتكر كان بيحكم مباراتنا معاهم كيملي شونج. بص يا محمد والله العظيم الله يمسيه بالخير والله العظيم بحلف لك اهو كيملي شونج في الماتش ده ما طبقش الاوفسايد جيم ما طبقش قانون الاوفسايد على انيمبا. كان اللعيب بيرجع من الاوفسايد كان يسيبه عادي، ومع ذلك جوزيه كان رايح يكسب المباراه هناك. ليه؟ عشان السمعه. ولو نفتكر ماتش العوده كنا صعدنا اكيد، وكان انيمبا عايز تعادل كسبناهم عشان بس ما يخليهمش يتاهلوا للفاينل اكيد. طيب اخر حاجه طبعا تشكيله الاسبوع اللي اتعملت او تشكيله الكوارتر فاينل، طبعا اقدم لعيب في النادي الاهلي بالنسبه لمباراه الذهاب كان موجود في القائمه علي معلول، بنتكلم في اجايب، بنتكلم في قفشه، بنتكلم في اكتر من لاعب مستوى كبير. واتمنى ديانج طبعا. وديانج بالتاكيد اتمنى اكيد. كريم انا بشكرك ميرسي جدا، ولو في كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك. ميرسي جدا. اتمنى تاني نقطه من المشجعين النادي الاهلي اللي بيحبوا يخشوا على السوشيال ميديا يدوا دفعه للعيبه خلال اليومين الجايين، وباذن الله باذن الله مش هنرجع بس بالبطاقه، نرجع بالبطاقه وبالانتصار ان شاء الله باذن الله. توقعاتك
5-0 النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله هناك على الاقل 1-0 باذن الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا يا كريم، وكل التوفيق ليك، ورب يكون قدمنا وجبه تحليليه فنيه للجماهير قبل مباراه العوده ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك يا كريم. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. انا عارف ان احنا افورنا شويه عن التايم، لكن بالتاكيد يا رب باذن الله النادي الاهلي يكون التوفيق حليفه في مباراه العوده ان شاء الله يوم السبت القادم، ويا رب باذن الله دعوات كل الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي في هذه المباراه من اجل تخطي هذه المباراه المصيريه بالنسبه للبطوله الافريقيه عنق زجاجه من اجل التواجد والتاهل الى مرحله الدور نصف النهائي. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي بلا. شكرا والى اللقاء.